سؤالها التاني الأستاذة حنان، هل الأرواح يعني بتتلاقى في عالم البرزخ؟ طبعا عالم البرزخ عالم الغيب، اللي احنا فيه ده اسمه عالم الشهادة، اللي احنا بنشوفه بعنينا وعايشين فيه. عالم الغيب يعني هو عالم آخر احنا مش شايفينه، لكن أعلمنا به الوحي الشريف. طبعا ليه مقاييس مختلفة في طريقة الحياة، مختلفة عن المقاييس اللي احنا عايشين بيها في دنيانا، لكن من المعلوم والمتواتر ان الأرواح الصالحة بتكون أكثر طلاقة بتشوف بعضها وبتشوف بعضها في هذا العالم بكيفية لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. وكلما كانت الروح أكثر صلاحا، كلما كانت أكثر خفة في الانطلاق والذهاب والإياب بإذن ربها سبحانه وتعالى.